العربي بيسجل حضوره بنجاح بهذه المباراه ويرفع رصيده الى 9 نقاط كره ملعوبه. حديد ما يتهج معك سي الان لصالح نادي الفيحين، ممكن تكون هي هدف، ممكن جول، جول لصالح نادي الفيحين، جول لصالح نادي الفيحين في الدقيقة 44. حبيب مايتي الحقيقة استغل المهارة بهجمة عكسية، هيئ نفسه داخل منطقة الجزاء وسدد كرة. شوف لعدة، شوف علو اللعبة وقت المباراة اللي لعبها اثنين اللي هجم. هذه كرة ملعوبة الآن خلجوية، يوسف خميس يمر جاهز، كرة خطيرة خطيرة حبيب طيب يلا جول. الدانا تفرح بالهدف الأول، الدانا تفرح بالهدف الأول في الدقيقة 20. هدف هدف للمدرج. شوف الدكة، شوف الكرة، شوف يوسف خميس أثر في هذه الكرة وجهز الكرة وهوبا تسديدة، هو في زاوية صعبة قوية أرضية صعبة على أي حارس أنه يتعامل مع هذه الكرة السريعة جدا. معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. اللي كان مع النهضة في الموسم الماضي الآن يتواجد مع الفريق الخلجاوي وهو من صعد على حساب النهضة وهجر على حساب الاتفاق. كرة الآن حمزة الدردور يحط كرة ممتازة إلى التصويبة إلى الجول، جول. أتكلم على العادي حبيب مايتي، حبيب مايتي هي ما مشت معه على اعتبار عبد الله العويشي الصاحي، لكن شوف هنا، شوف هنا حمزة الدردور اللي لمها وعوض بتمريرة ذهبية، بتمريرة ذكية للقاية تلقاها حبيب مايتي العاجي، يضع بصمة أولى، يضع فرحة أولى من أمام النموذجي، يحطون نقطة، يحطون تعليمات لفحيل جول تنحط جول. حبيب مايتي، حبيب ترجع مرة ثانية أقرب إلى حبيب مايتي، حصلها حبيب مايتي، تقدم ويلعب عرضية جول. أتير توماس، أتير توماس في الدقيقة 25. جنوب السودان ينطلق من الخلف. مايتي إلى شريف عدنان، يوسف لم، يوسف لا زال مررها الكرة تتخلص. غائب عن المباريات وعن رتم المباريات. ارسلها خاطر. يلا يا علي تحفظ ملك. هذه شلة سعودية. مثلث جميل. الكرة تتخلص. في زاوية 90 بشكل رائع جدا من حبيب مايتي، هدف هدف جميل جميل جميل. النهضة في وضعية هجومية على مشروع جول ممكن أن يحضر في هذه اللحظة، ممكن هدف جول، جول هدف أول الآن. شوف اللقطة، برافو على طول حبيب مايتي. يجهز نفسه كتبديل أول في حيل فواز جول الفحيل، وفواز الرشيدي يسجل هدف حلو في الدقيقة 4.